طويلة. عدنا عدنا، إيه نقول لكم عدنا عدنا، ليش ما فيش تصفيق ولا تصفير ولا هذا؟ طيب يا مصورين، انتوا بتشجعونا، يلا شجعونا. ايوه كذا، مس صمت حسستونا اننا في كهف عند ابو جبريل، بس شكل مواسير البرنامج بدات قليل تدحل، بدات قليل تصدي، لكن بنسلك ما عليكم شيء، قليل قليل. خلونا نشوف العده. يا سلام، السماعه في بحراره مع انه الجو بارد والحوثيين موجودين. العالم ما زال يدور، الجماعه هنا محنطين، القنبله الكلاكيت تمام. ها يلا يا مخرج، لو سمحت تعطينا بعض من الهلافيت. يا سلام، الثاني. اها الرابع. ايوه تعجبنا كذا. السلام. اها اوب، هذا ديزل ده. ده مش راضي يطلع، إن على أم الشغلة شكله يتصانق، بس أنا معي الحل. فينك؟ لا تشتري العبد إلا والعصا معه، ابن صميل. مستعدين للحوار مع السعودي؟ تتحاور مع صنعاء؟ ناهي لك، اهداء كذا، كل العدة شغالة الحمد لله. المهم، أسعد الله أوقاتكم أحبتي المشاهدين الباغرين الطافشين من الوضع. أنا عارف، الله يكون بالعون بس، وعشان كذا تحديداً رجعنا نمسخر الواقع والوقائع في ولاءنا. بنبدأ ونشوف إيش قالوا. إيش ده؟ من فين نبدأ ومن فين نخلص؟ إيش دي الودافة؟ يلا نشوف أول خبر. حمى علي الحوثي مع دوش رئيس تفالخ، والصماد بداله بمجلس سياسي بدون مداكي. مع ترف بوش حتشع قلة وخامل داخلهم طناش، ورقعوا برامل الثورة الحوثية يتداولوا من يكنسوه يوم بيوم. البنك المركزي قدو بعدن، نزل يدفع بعد ما مات برد وجوع وحراف بصنعاء عند المسيرة الشفطانية. البن حبتور فتح له حكومة بحزيز تشتغل لوجه الله، لوجه الله الكريم، بلا رواتب من 6 أشهر. حسن زيد قد شمه كمر يحمي سويدي من يوم ما عينوه وزير رياضة، وقالوا في الأخير كساح 4 أشهر لابس البوتي، والآن محتاج عملية عشان يخلعوا. شوف خبر ثاني، الميليشيا تستهدف مكة بصاروخ باليستي. الميليشيا تستهدف مكة بصاروخ باليستي. يا بردقانة استكفوا من مكة من قد. خلونا نشوف الأخبار الأحدث وإيش قالوا. البخيتي لا، أصبر يا مخرج أصبر، الكلام هنا رطب. الأخ ما طلع الشغال على صناعة السلام، طلعت الله صناعة السلع والطرفة الإلكترونية. الله أكبر عليك، الله أكبر عليك، من آدمي نكبة. دخلت سياسة قهرتها، ودخلت صحافة مسخت بها، يسار يمين ولا قطع في بك، حتى هذا دخلته لعبت بالسوق، ما عاد حد يثق بمزة من تحت رأسك. يلا ربنا يستر على عباده، ربنا يستر على عباده. الرئيس هادي وحكومة الشرعية رجعت عدن وقرروا يستقروا
ويمكنوها تماشي من حضرموت للرياض لا سقطرة. محد معه بترول إلا هو. حقك يا ريس، حقك حقك يا ريس. نشوف خبر ثاني. الرئيس مصمم على رفع العلم بمران، قوات الشرعية لهتت نص ساعة. أوبا، لا لا لا، دي أوبا دي قوية، أقوى شيء في الموسم. وعبد حوثي، وعبد حوثي كيف طعم الموقف الأقوى اليوم؟ يلا تحرير مدينة وميناء المخا. الله 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 الله، راحت على المخروع والموالعة كلهم مع أبوش اليوم. أبو عسكري فاكر زمان التشراب، يجب أن يكون البسكي من النوعية الشيدة. هاي اليوم الحاصل ما عاد معك تلتمخ إلا بقواري اللي كان شعبية. بينو بينك قرب البلدي، قرب البلدي بذبانه قربع. آه يا بوي يا بوي. شكلي ببقي مواد هذا الموسم. وهذا ايش؟ القوة الصاروخية للحوثيين تعلن عن استهداف الرياض بصاروخ مطور ما حد شافه ولا سمع بول لهم. هوبا للرياض للرياض. شوفوا هنا اتحد مفعول البردقانيزيوم مع ابو لقان شعبية. رجعوا لهم النوعيات الجيدة يا جماعة، كذا تعب. والمشكلة انه عادوا فيه هوب اللي صدقوهم، ما كملوش الهوب، ما يكملوش ما كملوش فهمهم بطيء جدا. ها سنة سنة وعادوا، ما الآن استوعبوا انه طه المداني قرح راسه وبدأوا يعلقوا صوره. يلا ياكل تفاح، صامتون بالتناحة. خسروا كل المدارس، مستعدين يخسروها إلا التناحة ولا تتزحزح. يا وش ولا نخس. فاصل ونرجع نشوف الحق. بسم الله بدأنا. وين جه هذا المتخبي؟ رأس المصايب؟ لا 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 لا، مش انت مش انت، الثاني الثاني. وين جيت؟ فين كنت؟ أنا كنت قريب من، مش بعيد من صالة الكبرى، على بعد حوالي 150 متر أو 200 متر. مالك سهيل؟ مالك سهيل؟ تدور خرطة صح؟ تدور كيد بس شد مشي يا أبو عشر. أيوة كنت بالمول تدور شرشف شلاني باطيح وتتفقد الشلحات. ايش كنت تسوي على بعد 150 متر؟ فشفت الزحمه على باب الصاله الكبرى كثر السيارات، حولت. شفت الزحمه؟ شفت الزحمه وحولت. ما تحبش الزحمه انت قلت لي ها؟ تعودت على اجواء البدرومات. شفت الزحمه ولا كنت تتاكد انهم كلهم داخل والعيال خرجوا؟ وحولت على مكان اخر. لعبتك التحويلات، لعبتك. دائما تحول على اماكن اخرى وشوف النهايه يا مؤمن، شوف النهايه. تحويله بنت كلب من رئيس جمهوريه الى عكفي عند ميليشيا ارهابيه، حتى المؤتمرين حولت عنهم. من حسن الحظ قيادات انصار الله تاخروا، كانوا في الطريق، لكن القيادات المؤتمريه سواء كانوا مدنيين أو عسكريين قد كانوا متواجدين في الصالة. قلت لكم عكفي، عكفي من قلبه مع الميليشيا، لحسن الحظ أن أسياده لم يكونوا متواجدين في المؤتمرين ولا فيكم. ها ما هو قد حول وسلم كل شيء. زعيم 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 زعيم، مش لعبة. بس استعرف ليش كذا تتعامل مع المؤتمرين؟ يعني يتبعوك ويضحوا ويسلموا ويشقوا بلاش كذا بلاش. ايش اللي عملوا لك لما ترخصهم كذا؟ هو عمل حق مستوطن. سدوا سدوا سدوا، ما علينا. المؤتمرين حقك، افعل بهم اللي تشتيه. اشقف اللي تشقفه، اندف اللي تندفه، دهده للجبهات اللي تدهدهبه، خون اللي تخونه، وخلي اللي بلا رواتب بلا رواتب يشقوا. للحوثي بلاش، حقك.
المهم ها بعد كله ده الدقيف شي قد غيرت رأيك في الأمور ولا عمل جبان ولا انزلوا على الأرض ونعمل منازلة على الأرض على الأرض منازلة على الأرض خذهم بصعدة يا أرض قد حرروا المخا يا أرض قال لك منازلة ها قصدك منازلة تحت الأرض من بدروم لبدروم وكذا باقي معك حارتين تتقفز في بهم من تحت لا تحت منازلة قال طيب وهذه المذيعة ما عاد بتردش عليك أجت كذا تسمع الأسئلة تسميع تعريض المدنيين للخطر من خلال تواجد الجماعات المسلحة وجماعة الحوثي في الأماكن المكتظة بالسكان استخدام الأسلحة بشكل عشوائي الخطر كله من هذا كله من تقارير الأمم المتحدة طبعا تقارير الأمم المتحدة الأمم المتحدة تنزل الميدان تنزل الميدان حتى الأمم المتحدة برضه تنزل متأكد أنه البدروم هذا واسع للدرجة هذه متأكد بيكفي الكل بيكفي جيش وطني بيكفي تحالف بيكفي أمم متحدة كمان راجع نفسك راجع نفسك اعمل حسابك كما ها بخسا يوصلوا كلهم وتقع زحمة فوقك اجمع حسك ايش تقول يلا انك بالكاد تستقبل 5 أنفار من بني حشيش الان مر 2015-2016 عام الصمود والتصدي للعدوان والان احنا نحتفل اليوم عام 2017 ان شاء الله هو عام النصر هابي نيو يير عملت كريسمس بدون حشوش ها جمعة ورا جمعة وعيد قفا عيد زلقت عمري يا حبيب مواعيد ايش تشتي من بني حشيش يا ابو افشفش مش كفاية اللي عمل بهم الشخوة سنتين وعادك جاي تبشرهم بالثالث لا عاد خلى لهم الحوثي لا عنب ولا زبيب ولا جاهل ولا شاص وإلا وقشقش بو من بني حشيش قد كل بني حشيش أرامل وأيتام لا رحم لكم حال أرحموها أرحموها وانت جمعت شويات الهفال دول حقك إيش تشتي منهم؟ تشتي نصيبك من بواقي الزبيب إيش تشتي منهم قول حافظوا على منارة حافظوا على منارة ها؟ هذا مسكين هذا القبيلي أخبر أخبر قدو عارف كيف بتفعلوا بهم بوف الجيش يقرب وانت بتشوف الزحمة وبوف تحول لك 2000 10000 20000 30000 100000 كتير مليون نتهرنا احنا ضد مليون شهيد في سبيل الدفاع عن الوطن من حق أبوك تقسم أهل الناس يا ملعون القذف من حق أبوك قال لك 30000 100000 1000000 ونفتخر وكله ذا من بني حشيش وبعدين لاحظوا ما عاد حد قرح تصفيقه حافظوا على منار بابا 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 عليك من الله ما تستحق لا ويقولوا انه احنا مين كم قدمت من عيالك السبعة مدري العشرة حقك وعدك جاي تلاحق آخر جاهل في بني حشيش توفي بول المليون قلة حياة وشرف ودين في بق ما شفتش تقول الله يحرق حراق 20000 30000 100000 مو تحسب مو تحسب دقاق ما لهمش أهل وعيال ومكالف قرح عليكم رأس في سنحان المنصي وقازين تتباكوا لما ننعلوا يا منصي فين عيالك 7 مدري 10 لهم سنتين لليوم هم صامتون في دبي وبيروت على فهنه وذهنه ما حد منهم وقع بو والتشوكة دخلت بيبو ولا عاد بقيتوا العجوزة لقد معي جاهل على طول شليتوا النور بوابة النصر قال كي اقدم وريهم بوابة النصر يلا اقدم شول طارق وخالد ومحمد بشير وبقية العويلة ونهم يحمر العين وخلي لي من بقى من بني حشيش حالهم ولا وش ولا نخس